الصحف البريطانية بالأمس أشارت أن أحمد بن حشر بكى بعد فوز بيتر بالذهبية. صحيح، أنا استغربت بعد ما سالت دمعتي، يعني أنا في الأولمبياد قسم الأولمبياد ما أصابني هذا. أعتقد السبب أنا كنت متعاطف فيها زيادة عن اللزوم، لأني كنت تحت ضغوطات، لأنه في مرحلة من المراحل وبالأخص في الأسبوع قبل الأولمبياد كان متشتت فكرة تماما، كان همي كله أن أجمع فكرة وأخليه يركز. يعني في البطولة ما عمري أنا شدت أعصابي أكثر من هالحالة هاي. بالفاينل كان ماشي زين، وصل مرحلة كان في مرحلة خطر، وكان بمثابة الشخص اللي يهدي الآخرين الميدالية، وهذا حرام. يعني سودت الدنيا قدامي، فجأة ابتدى هو يبعد بالفارق وصار عندي الارتياح. انزين، هو بعد في اليومين اللي مضوا بين امس واليوم يصرح ان انا ارمي كما يرمي العرب، او الشيخ احمد بن حشر علمني الرمايه مثل ما يرمون العرب. هل هناك فرق بين الرمايه او العربيه والرمايه الانجليزيه في الطريقه؟ يعني السؤال فعلا يعني دقيق وغريب ان يسالك يا صحفي او اعلامي عربي، لانه هناك في المدارس، المدرسة الأمريكية، الروسية، الصينية، البريطانية، أنا عشان أتغلب عليهم لابد أني أطلع بشيء مبدع أكثر، فآمنت بنفسي طلعت بستايل ووضعيات مختلفة عن العالم. لما شافوني ضحكوا علي وقالوا وقفك غلط، أسلوبك غلط، كل شيء، تمرينك مكثف غلط. بعد فوزي بسبع ميداليات عالم ومن ضمنها الأولمبية ابتدى العالم يقلد، فأنا علشان خليه يفوز لابد اني اعلمه. وبالظاهر يشوفونها غريبه الوقفه، يشوفون اشياء غريبه، بس اوعدت لو حطوا كاميرات مكبرات مستحيل يعرفون شو الاسرار فيها. هو يعرفها. ما هو شعورك بعد ان اصبحت بطلا اولمبيا؟ انه امر مدهش، ليس فقط ان اصبح بطلا اولمبيا بل ان احذو حذو مدربي ايضا. إن هذا الأمر فعلا مدهش ورائع للغاية. لقد كان حلما لفترة طويلة، لقد تحدثنا حول هذا الموضوع أنا ومدربي الشيخ حشر سابقا، ثم نحيناه جانبا وعملنا على تحقيقه، وها هو الحلم قد تحقق. هل ستستمر مع الشيخ بن حشر؟ وما هي خطوتك المقبلة؟ أمل أن يحدث ذلك. سنناقش خطط الفترة المقبلة ونقيم ما يريد الشيخ بن حشر أن أحققه. إنني أضع ثقتي كاملة في هذا الرجل، إنه أعظم بطل في كل العصور، وإذا كان راغبا في مواصلة تدريبي فسيكون ذلك أمرا رائعا بالنسبة لي.